في الحرب يكون عدوك واضحا، في المؤامرة يمكن أن يكون العدو بلباس ولبوس صديق أو حليف. والمؤامرة تختلف عن الحرب، أن الحرب جنودها واضحون والجبهات واضحة والمحاور واضحة والعدو واضح. المؤامرة جنودها يمكن أن يكونوا من الداخل، ويمكن أنهم في المصطلح يقعون في المؤامرة بحيث أنهم ينفذون خطط العدو دون أن يدروا بقصد أو غير قصد. وبالتالي المؤامرة أكثر خطورة من الحرب، لأنها تأتي ضمن سياق الحرب الناعمة والحرب غير المرئية والحرب طويلة المدى. في الحرب العسكرية هناك قصف وقذائف ورصاص واقتحامات. المؤامرة يمكن أن تولد فكرة ويمكن أن تستمر لسنوات وربما لعقود للسيطرة على العقل وللسيطرة على القوة وإمكانيات أي دولة أو أي جماعة. وبالتالي المؤامرة في أسوأ وأخطر مراحلها هي المؤامرة على المستوى الفكري، بحيث يتم تلقيح الفكر للجماعة المستهدفة ببعض اللقاحات والجرعات التي تعمل على تهجين هذا الفكر وشلله من الداخل أو استقبال الخارج، بمعنى فتح النوافذ الفكرية والعقلية والعقائدية لطرف المتآمر.